لصناعة السينما والفن كممثلة وكمنتجة كتير قوي، ودلوقتي بتعمل برنامج مهم جدا بالنسبة لي، بيقطر تراث مصر وبيقدمه بشكل جميل وبيرجعنا لطفولتنا وبيعيشنا حاجات ساعات بننساها، أنا بحبها جدا. شريف، بقى الفيلم اتكلمنا عنه يعني بعد الحفلة الجميلة دي وكلمات جميلة من كل الفنانين مصريين ومن كلوديا كاردينالي وحسين فهمي الرائع، لكن بخلينا في الجد، بعد الحفلة الجميلة والتنظيم الجميل والإخراج الجميل لخالد جلال، ممكن بقى نتكلم على فيلم التمن اللي داخل السنة دي في المسابقة العربية. فيلم التمن إخراج هشام عيساوي، تاني تعاون بيني وبين هشام عيساوي وبين الكاتبة أمل عفيفي بعد فيلم الخروج من القاهرة. صابة كانت مكسب رهيب، احنا يعني على مش على مستوى العمل، احنا نعرف بعض على المستوى الشخصي من فترة، لكن يعني فعلا سعدت جدا بالشغل معاها. هي فنانة صعبة، بقول لك قدامها هي بتدقق في كل ولا ايه؟ طلباتها كتير كمنتج ولا ايه؟ اطلاقا، لكن بتدقق في تفاصيل كتير جدا وبتشتغل كويس قوي على دورها وبتبذل مجهود. غلسه يعني، غلسه من النوع ده، بس مش طلبات انتاجيه. لا, 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 لا مش طلبات انتاجيه، انا بقول غلسه انها نمكيه زي ما بيقولوا عندنا في مصر، الشخصيه اللي بتخاف على كل لقطه وكل مشهد وكل وباقي شخصيات الفيلم. فساعدت معاها، للاسف النهارده مش معانا عمرو يوسف اللي هو بطل الفيلم مع صبا. عمرو يوسف للاسف لظروف التصوير منعته، وبيصور في مرسى علم، مش معانا بقيه ابطال الفيلم، الاستاذ صلاح عبد الله، الاستاذ عبد العزيز مخيون، سهر الصايغ، مجموعه كبيره من الممثلين كنت اتمنى يبقوا موجودين معانا بس ظروف التصوير منعتهم. صبا، قولي لي المهرجان وبيمثل لك ايه؟ يعني مهرجان القاهره السينمائي الدولي هو الاقدم والاعرق في المنطقه، دلوقتي نفسنا دايما نشوف الفنانين بيحتفلوا ونفسنا نحتفل، احنا عايزين نبقى كل ايامنا حفلات، مش اننا نكون نزعل على حادث او اننا ندافع عن اوطاننا. النهارده شايف المهرجان ازاي وبتأملي له ايه، وخصوصا فيلمك موجود بيتعرض فيه؟ يعني بصي، المهرجان عريق من اللحظة اللي اتولد فيها، عريق بالأفلام نوعها وكمها اللي كانت وما زالت موجودة. وجود الدورة دي في الظرف الإعلامي اللي بتمر فيه مصر دلوقتي، هو رد مناسب جدا عشان يقول للناس كلها والعالم كله إن مصر بلد أمان، ومصر بلد طول عمره بيحتضن كل الناس، كل الفنانين، كل المثقفين. الناس دي كانت موجودة من ساعة ما ابتدى أول فيلم في مصر. أنا كصبا كفنانة أردنية بحس إنه ولا مرة بحياتي بمشي بالبلد بحس إنه هاي مش بلدي. مصر موجودة وهتفضل موجودة بغض النظر عن أي مؤامرات إعلامية أو سياسية من أي جهة كانت. هي دي مصر، مصر يعني بتحتضن الفن، مصر بتحتضن السينما والأفلام، وطول عمرها هتفضل كده إن شاء الله. شريف، رأيك إيه النهاردة؟ يمكن دي بداية، وأنت بتبقى موجود في كل المهرجانات العالمية، شايف البداية تديها كم من 10؟ أنا شايف إنهم عملوا مجهود مش كبير. مش هقدر أقول كم من 10، لكن أقدر أقول إن التنظيم النهاردة في منتهى الجودة، الريد كاربت معمول بشكل رائع، الحفلة، الديكور، الصوت في المسرح، ترتيب الناس، الحفلة ازاي معمولة بشكل راقي وبسيط، ما فيهوش بهرجة ولا في خطة طويلة ولا حاجات كده. انا شايف انه ده يعني رائع، تنظيم رائع لغاية دلوقتي. صبا، حسين فهمي وفاتن حمامة، يعني لو دول هقول لك يعني اسماء كبيرة، وطبعا عمر الشريف، بيمثلوا لك ايه؟ كنت بتشوفيهم ازاي من حتى وانت بتتفرجي على الافلام من وانت صغيرة؟ لا، انا دلوقتي موجودة في نفس المكان انا وحسين فهمي، انا بالنسبة لي الموضوع اصلا كبير. هنبتدي من هنا، يعني مش دي مش حاجة عادية يعني الواحد بيعيشها كل يوم. كانت امنية حياتي ان انا امثل قدام الاستاذ عمر الشريف، قدام الاستاذه فاتن حمامه، ولكن رغم غيابهم عنا النهارده، ولكن هم موجودين، تاريخهم موجود، وكل انجازاتهم الفنيه المهمه موجوده وهتفضل موجوده على طول، وهتفضل بتشكل وجدان وذاكره للناس كلها اللي بتشتغل في السينما. يمكن انا معايا نجوم في مجال السينما، لكن كمان نجوم في مجال السياسه موجودين على الريد كاربت بيحضروا مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته 37. واضح ان الحقيقه المهرجان يهم، يعني في عندنا المستشار الزند موجود دلوقتي بيغادر مع المغادرين من حفل الافتتاح. شريف، يعني الفن بيجمع كل الناس، التمثيل المصري والسينما المصريه دي يعني فيها جاذبيه غريبه.
بصي الفن لغه راقيه، الفن لغه بتقربنا من بعضينا، حتى لو في اي خلافات بين اي جهه والتانيه الفن المفروض هو اللي يفك ده. صبا كانت من شويه بتقول انا سعيده ان انا موجوده في تكريم حسين فهمي، يعني اكيد وهي صغيره كانت بتحلم بيك كفتاة احلام كل بنات الوطن العربي، لكن ده فعليا ده تقيل بتاع وهو لسه فتاة احلام البنات كلها في الوطن العربي لغايه دلوقتي، هو فتاة احلام البنات كلها. بس انا بقول لك فعليا واحنا شغالين بكمل على كلام صبا انه مفيش، انا ما بحسش للحظه انها مش مصريه، يعني انا عارف انها معتزه بجنسيتها الاردنيه، لكن وهي تتعامل معانا احنا بننسى اللحظه انها اردنيه. في الفيلم كانت بتقوم بشخصيه سوريه، ففعليا هي يعني احنا مخطين حواجز الوطن العربي، احنا سينما بدون حواجز. اتمنى ان الوطن العربي في يوم من الايام يبقى زي دول اوروبيه ويبقى في اتحاد لكل الدول العربيه. بنتمنى ده، وبنتمنى اننا نوصل بافلامنا للعالميه. بشكر وجودكم وبتمنى للفيلم كل التوفيق، ويا رب دايما يبقى عندنا فيلم واثنين وثلاثه وانتاج مشترك بكل بقى بفنانين من كل الدول العربيه، حلمنا ان شاء الله يتحقق بيكم. بشكرك وبشكر كل مشاهدين نايل سينما، وبتمنى لكم سهره سعيده مع المهرجان. ميرسي جدا، ميرسي جدا جدا، ويا رب كل الجمهور يجي ويتفرج على الافلام كلها، عشان ده اللي هيثبت ان السينما موجوده وحياه وخير، وكل حاجه بتتقال فعلا ليس لها اي اساس من الصحه. بتمنى من الناس انها تيجي وتحضر المهرجان، وده اكيد الحقيقه امنيات جميله من ناس موجودين في الصناعه دي، من النجمات ومن المنتجين والمؤلفين، واحنا شعب قوي، قوي بفنه، قوي باهله. احنا معاكم النهارده بمنتهى القوه في خلال وجود متميز لكل الفنانين من خلال شاشه نايل سينما على الهواء لتغطيه حفل افتتاح مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 37.